الطاقة هي المحرك الأساسي للتنمية، إلا أن مصادرها الحالية تتسم بالنضوب وتدعو للتفكير في بدائل تؤمن حاجيات الأجيال القادمة. حقيقة دفعت الدول إلى السعي لتأمين مصادر للطاقة متجددة وصديقة للبيئة، مجال ولجه المغرب وحقق فيه الريادة، وذلك من خلال استراتيجية إنمائية كبرى تهدف بالأساس إلى التخفيف من التبعية في المجال الطاقي والوصول إلى مصادر أكثر استدامة تتمثل في الطاقات الشمسية والريحية والمائية. وقد رفع المغرب رهان الطاقات المتجددة لتغطية 52% من حاجته الكهربائية في أفق 2030، رهان ترجم على أرض الواقع من خلال مشروع يعد الأكبر من نوعه في العالم في مجال إنتاج الطاقة الشمسية نور ورزازات، مشروع سيساهم في تغذية الشبكة الوطنية للكهرباء بحوالي 582 ميجاوات من الطاقة النظيفة التي ستقلص من انبعاث ثاني أكسيد الكربون بحوالي 500,000 طن سنوياً. ويستهلك قطاع المباني 25% من إجمالي استهلاك الطاقة ببلادنا، وتسعى الدولة ضمن خطتها الوطنية إلى تخفيض استهلاك الطاقة بالمباني العمومية بنسبة 12% في أفق 2030. نموذج تنموي مستدام تسعى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتحقيقه، وتترجمه استراتيجيتها التي تقوم بالأساس على استثمار الطاقات المتجددة واعتماد النجاعة الطاقية كأولوية بالمساجد. تعتبر العناية بالمساجد من مهمات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتطبيق التعليمات السامية لأمير المؤمنين عزه الله، وهنالك في كل سنة برامج مستجدة في هذا الاتجاه. ومن البرنامج الذي تشتغل عليه الوزارة الآن برنامج ضمن الخطة الوطنية الهادفة إلى تخفيض استهلاك الطاقة بحوالي 20% في أفق 2030 كما هو المطمح على الصعيد الوطني. لا يمكن للمساجد أن تتخلف عن هذه السياسة، سيما وأن المساجد لا علاقة بالمبدأ الأخلاقي الذي يحض على الاقتصاد وينهى عن التبذير. فينبغي أن تكون المساجد أول المؤسسات التي تسعى إلى الاقتصاد. هنالك هذا البرنامج يعني ينجز بمنهجية تشاركية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبين وزارة الطاقة والمعادن والشركات الهيئات المعنية بهذه النجاعة الطاقية. ويعني مكونات البرنامج في تحقيق نجاعة طاقية أفضل بالنسبة للماضي باستبدال المصابيح وبتجهيز المساجد يعني لآلات التسخين وب يعني تزهيج بعض المساجد بالألواح الشمسية، وفيه أيضا جانب يتعلق بالتحسيس والتكوين حتى يكون هذا البرنامج برنامجا يعني ناجعا يعني محكما. مساجد تكرس مبدأ الترشيد في استهلاك الطاقة والمساهمة في الحفاظ على البيئة انطلاقاً من روح الدين الإسلامي الحنيف. هذا ما يهدف إليه برنامج النجاعة الطاقية بالمساجد، برنامج يسعى إلى تحقيق النجاعة الطاقية لحوالي 5000 مسجد على المدى المتوسط بغلاف مالي قدره 80,000,000 درهم. وانطلق الشطر الأول باختيار 1000 مسجد
بناء على معيار المساحة والاستهلاك ونوع الاشتراك بالشبكة الوطنية للكهرباء، ويروم تحقيق انخفاض في الاستهلاك الكهربائي بحوالي 40%. هذا الهدف وضعت له إجراءات مواكبة عديدة، تبدأ بإعداد الموارد البشرية التي تعمل على تنزيل برنامج النجاعة الطاقية بالمساجد، وتلك التي تساهم في التعريف به والتحسيس بأهميته. وفي هذا السياق تأتي الدورات التكوينية التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأطر الوزارة بشراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية. نحن نشجع هذا البرنامج وتنهتموا بهذه الدورة التكوينية اللي مكنت لنا من التعرف على مجموعة من الوسائل والتقنيات التي تعتمد في هذا البرنامج، من بينها الألواح الشمسية التي تمكننا من إنتاج الحرارة وكذا إنتاج الكهرباء. يقوم التكوين بالأساس على توسيع المعارف وتطوير الخبرات في التقنيات الجديدة للنجاعة الطاقية التي تبدأ بالترشيد في الاستهلاك الكهربائي عن طريق استبدال المصابيح العادية بالمصابيح الاقتصادية من نوع LED وتجهيز المساجد بألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء وسخانات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية. وبإرساء مبادئ النجاعة الطاقية يمكن تخفيض الاستهلاك بحوالي 46,000 ميجاوات، والتي ستقلص من انبعاث ثاني أكسيد الكربون بحوالي 24,000 طن. وترتكز عملية الترشيد على استبدال المصابيح العادية ذات الاستهلاك المرتفع بمصابيح من النوع الاقتصادي مكونة من صمامات ثنائية باعثة للضوء، تعتبر أقل استهلاكاً للطاقة وتدوم لمدة أطول. ووفق الأهداف المسطرة إلى غاية 2020 سيتم تجهيز 5,000 مسجد بالمصابيح الاقتصادية من نوع LED بمبلغ 40 مليون درهم، وذلك وفق إجراء يبدأ بالجرد ثم التقييم ووصولاً إلى التركيب. بالإضافة للترشيد في استعمال الكهرباء، يهدف برنامج النجاعة الطاقية بالمساجد إلى إنتاج الطاقة الحرارية، وذلك من خلال تجهيز 2,000 مسجد في أفق 2020 بألواح شمسية بميزانية تقدر بحوالي 15 مليون درهم، ليصير بذلك تسخين ماء الوضوء بطاقة صديقة للبيئة أمراً ممكناً. مسجد الكتبية ومسجد القصبة بمراكش نموذج للمساجد الكبرى التي اكتمل بها تفعيل الطاقة الحرارية، مما ساهم في خفض تكلفة الاستهلاك الطاقي بنحو كبير. يتضمن هذا البرنامج استبدال المصابيح العادية بمصابيح أخرى اقتصادية من نوع LED، وكذلك تزويد المساجد بسخان المياه الذي يعمل بالطاقة الشمسية. وقد قمنا بالبدء بمسجدي الكتبية ومسجد مولاي اليزيد بمراكش، وذلك تزامنا مع قمة المناخ التي أقيمت بمراكش. الهدف منه هو تخفيض استهلاك الطاقة بالمساجد، وفعلا عند بعد مرور سنة من تفعيل هذا البرنامج بالنسبة لهذا المسجدين، لاحظت وزارة الأوقاف أن فواتير الكهرباء قد انخفضت بنحو 70% منذ سنة تقريبا. إنتاج الطاقة الكهربائية لألف مسجد عبر تجهيزها بألواح كهروضوئية في أفق 2020 وبميزانية 20 مليون درهم، هدف آخر ضمن أهداف مخطط النجاعة الطاقية بالمساجد. يروم إنتاج الطاقة الكهربائية التي تستهلك بالمساجد
على مستوى الإنارة والتكييف وتشغيل الصوتيات، مخطط تم تفعيله إلى الآن على مستوى مساجد متعددة، والنموذج من مسجد السنة بالرباط. أمام تحسن المستوى المعيشي والزيادة في متطلبات شروط الحياة، أصبحت الوزارة مدعوة أكثر فأكثر للاستجابة لطلبات الساكنة من أجل تحسين شروط التهوية والتكييف داخل المساجد، وبالنظر للتكلفة الباهظة التي يكلفها نظام التكييف، ولكونه نظاماً مستهلكاً للطاقة بامتياز، دفع الأمر بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى استثمار تقنيات البناء التي تحقق نجاعة طاقية أكبر، وتفعيل القانون الحراري للبنايات بالمغرب ضمن كنانيش شروط بناء المساجد. ضمن هذا كله تطبيق القانون الحراري للبناء في المغرب، لأن هنالك إمكانيات الآن ينبغي أن تراعى في هندسة المساجد في معمارها، يمكن أن تقلل من يعني تكاليف الطاقة، وذلك ب يعني التبريد يعني صيفا والتسخين شتاء. التفاصيل التقنية للعزل الحراري تنظم فيها دورات تكوينية لأطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من مهندسين وتقنيين، بغية تحقيق نجاعة وفعالية على مستوى العنصر البشري القائم على المشاريع. أهداف تنموية كبرى في مجال النجاعة الطاقية تشتغل عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية انطلاقاً من المسجد الذي تروم جعله مركز إشعاع ديني وحضاري، تنطلق منه ثقافة ترشيد استعمال الطاقة والمساهمة في الحد من كل ملوثات البيئة، وتركز في هذا الإطار على تأهيل القيمين الدينيين في هذا المجال ليكونوا خير سفراء للتحسيس بأهمية الانخراط في الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تعد بحق رهاناً تنموياً يرتقي بالبلاد والعباد. أنا مرشدة دينية، يعني عندي تعامل مع الناس وخصوصاً النساء اللي هما أهم شريحة كنعولوا عليها في إرشاد الطاقة. فلأن إلى أنا رشدت النساء في المسجد بخصوص النجاعة الطاقية، فكنوفر الطاقة في المسجد، لأن المرأة تقريبا ولات كتضل في المسجد النهار كامل، يعني الحمد لله كتقرأ القرآن كتعلم محو الأمية، وبالتالي غنوفر الطاقة حتى في الدار، والحمد لله وما كنتعاملوش غير مع النساء، حتى مع المدارس مع التلاميذ، فبالتالي غنطلعوا جيل كيعرف كيفاش يرشد الطاقة، والحمد لله. المواضيع اللي هي تتمس هذا الامر هذا كل دعا اليها الاسلام من خلال القيام والمثل ديالو اللي هو دعا الى الوسطيه والى الاعتدال في كل شيء. فالانسان كما تعلمون يعني مستخلف في الارض، وينبغي ان يكون ذلك وفق مراد الله سبحانه وتعالى، فينبغي ان يستعمل يعني ان يعلم ان هذا الكون بصفه عامه جاء الاسلام باش ينظم العلاقه ديالو به، ماشي غير باش ينظم العلاقه ديالو بالله، وانما بالمحيط كله، بانسي بشجري ب يعني هوائه بمائه بكافه يعني الطاقات التي استودع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، فهي امانه. برنامج النجاعه الطاقيه بالمساجد مشروع يسير في تناغم مع الرهانات التنمويه للمملكه المغربيه، إلا أن جذوره تمتد بعمق في الرؤية الدينية الحاكمة لأسس التعامل مع الكون وتدبير الاستخلاف في الأرض.